مفيش فايدة، مفيش مدمن مخدرات بيقدر يبطل، ده اللي شطر في رخيص وملوش أي نتيجة. بشوف الأحلام والأماني والأمنيات كلها بتتحقق في يوم واحد، ملابس، ديكورات، إضاءة، مزيكا. احنا ضمير المجتمع، احنا اللي لازم نحفر وننبه وننور. ايوه سناني انت سامع حسي؟ لا اله الا الله. بيقول ايه؟ بيقول اه. مش كده، لا لا لا، المسرح مكان للتامل، للتدبر، للتفكر، للنوم وراحه الاعصاب. السادة الحضور، اسمحوا لي اني اتقدم بالشكر والعرفان والحب والتقدير للسيدة وزيرة الثقافة، والشكر موصول للسادة اعضاء لجنة التكريم. وهقول توصية صغيرة جدا، وصية لابن كريم ممثلة لحضراتكم جميعا. قوم وقف ما بابا يكلمك، هو في البيت وهنا. فرحان بالتكريم ده لانه اولا من وزارة الثقافة، وده تكريم رسمي من الدولة، فانا فرحان. يعني دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا مش متضايق ان التكريم اتأخر ولا حاجة، لان انا شغلتي ان انا امثل واجتهد وامارس دوري الفني، وانا زي اي مواطن مصري بيشتغل. يعني انا زي الفلاح، زي العام، زي سواق التاكسي، زي كل واحد بيشتغل وبينتج، فانا بشتغل وبنتج. لما بتلاقي ناس بتفكر بتاخد جوايز وحضرتك ما خدتش جوايز، يعني اكيد بتبقى في نوع من التغيير، مش كبيرة يعني. ما هو ايه الجوائز اللي هم بياخدوها؟ في جوائز بتبقى حقيقيه وفي جوائز بتبقى مش حقيقيه. انا بفرح لاي زميل بياخد تقدير الدوله ايا ما كانت شكل هذا التقدير، يعني وزاره الثقافه، الاجهزه المعنيه، الثقافه الجماهيريه، الدوله، اجهزه الجوائز التقديريه، انا بفرح له. اي حد بيكرم انا بفرح له طالما التكريم حقيقي. النهارده في تكريم الاستاذ عبد العزيز السمير غانم، الله يرحمه طبعا، وهم عايشين فبيتكرموا دلوقتي. شايف التكريم اتاخر برضه عليهم، المفروض الناس تعمل ايه؟ يعني هل المفروض نكرم القامات بتاعتنا؟ طبعا دي اتمنى من كل الاجهزه المسؤوله انها تلحق الناس قبل وهي في عزها في نضجها، لان ده بيسعد الفنان وبيبقى بيديله طاقه اكبر على العمل والإنتاج. بس أنا بقول إن الفنان بيكرم كل يوم من الجمهور، من الناس. الناس بتكرم الفنان الحقيقي، الناس بتكرمه كل يوم. الحب، السلام، التحية، الأحضان، الحاجات دي كلها بتسعد. ما هو ده تكريم. هو أنا بشتغل لإيه؟ أنا مش بشتغل للمكاتب، أنا بشتغل للناس، للبشر. الجديد في مسلسلين بيعرضوا، واحد على منصة والتاني في الأون دراما، مسلسل أجهزة مفتوحة مع شريف منير والسيدة سماحة أيوب، وفي مسلسل حريم مخملي، أيوة، وإن شاء الله في بقى التجهيزات لرمضان والموسم الموازي وكده. إن شاء الله رمضان. في السيدة زينب، مسلسل السيدة زينب. معلش يعني، بس هيجي برضو في رمضان يعني. السينما في فيلم ان شاء الله مع الفنان محمود حميده اسمه مطرح مطروح، واخراج وائل احسان، وده هيبقى موضوع كبير قوي. المسرح بقاله فتره 3-4 سنين لانه ابتدى يعتمد على الشباب، فالمسرح يعني طاقته بتتجدد بالشباب، وانا شايف ان الفتره دي فيها اعمال مسرحيه، فيها زخم مسرحي كويس قوي. حضرتك شفت مسرحيه قريب مثلا؟ كتير جدا. انا لسه مخلص مهرجان النقابه، و واخر عرض كان انت قادر والمهزله الارضيه، كانوا عرضين كويسين جدا، وشفت عروض كتير جدا في الهناجر. يعني انا متابع، يعني انا بتفرج على كل عروض. لعبه 3 ان شاء الله امتى يا استاذ؟ يعني على اول 12 كده باذن الله. لعبه 3 في اطلب
طيب مسرحيه علاء الدين هترجع ان شاء الله؟ احنا عرضنا يومين وان شاء الله هيبقى في موسم شتوى باذن الله.